شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية انطلاقة المرحلة الأخيرة من طواف جيرو دي إيطاليا في نسخته المئة والذي يعتبر واحدا من السباقات القوية في رياضة الدراجات ويحظى بمشاركة واسعة من قبل نخبة الفرق. وتواجد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على خط البداية لانطلاقة السباق والذي شارك فيه فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية، حيث منح تواجد سموه مع الفريق دفعة معنوية كبيرة للدراجين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في السباق تساهم في الوصول إلى الأهداف التي وجد من أجلها الفريق. وبهذه المناسبة أكد سموه حرص مملكة البحرين على التواجد مع مختلف الفعاليات الرياضية والترويج لمنجزاتها وتقدمها في مختلف الفعاليات، وذلك تحقيقا لتوجيهات جلالة الملك المفدى الرامية إلى أبراز الصورة الحضارية والمشرقة عن مملكة البحرين خصوصا في الجانب الرياضي، مشيرا إلى أن المملكة حرصت على التواجد عبر الفرق التي تحمل اسم البحرين في مختلف الفعاليات الرياضية والتي حقق أبطالها العديد من الإنجازات المتميزة التي ساهمت في تسليط الضوء على المملكة وما حققته من إنجازات حضارية وتنموية ورياضية وغيرها. وبين سموه أن مشاركة الفريق في السباق ستكون لها آثار إيجابية على المملكة لتكون موطنا لرياضة الدراجات الهوائية في الشرق الأوسط، الأمر الذي يشكل خطوة كبيرة في تحقيق الترويج للمملكة بما يتوافق مع رؤيتها 2030. وأضاف سموه أن جميع الأنشطة الرياضية التي يشارك فيها الفريق تساهم في تعزيز صيت البحرين في المجال الرياضي، وحتى يتمكن الفريق من الترويج للمملكة هناك عدد كبير من الأمور التي يجب أن نضعها في الحسبان ومن بينها تحقيق النتائج الكبيرة والمتميزة، مؤكدا سموه أن غاية المشاركة هي الترويج للبحرين. وعن السباق أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى أن الطواف ذي مضمار يقدم الكثير من التحدي للدراجين منذ البداية في سردينيا وحتى النهاية في ميلان، واستطاع فريق البحرين أن يصل إلى الجاهزية التامة من خلال الاستعدادات العالية والمتميزة للمشاركة. ولفت سموه إلى أن حضور مثل هذه السباقات الكبيرة يعود بالفائدة على الحركة الرياضية في المملكة، خاصة أن البحرين مقبلة على تنظيم عدد من السباقات في المستقبل. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة محط أنظار وسائل الإعلام المختلفة التي تواجدت لتغطية سباق طواف إيطاليا، ويعتبر تهافت وسائل الإعلام العالمية لإجراء لقاءات مع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لهو دليل على نجاح فكرة سموه بتشكيل الفريق الذي ساهم في الترويج لمملكة البحرين وما تحققه من نهضة شاملة، إضافة إلى تحقيق الإنجازات الرياضية للبحرين. من جانب آخر، استطاع كابتن فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية فينيتشيزيلو نيبالي أن يخطف المركز الثاني في الترتيب العام، وذلك بعد حلوله بالمركز الثالث في ختام الجولة الثانية. لحظات تاريخية نعيشها في هذا الموقع، بركاتكم بركات سيدي جلالة الملك. تواجد مملكة البحرين مو على المنصة ولكن كتسويق، كوجودكم طال عمرك كلها من أجل البحرين. بركات طويل العمر الله يحفظه وتشجيعه لنا ودعمه لنا. لا يمكن أن احنا نحقق هذا الحلم. اليوم احنا نعيش حلم. أنا شفت اليوم، تبعت المرحلة هذه 190 كيلو في السيارة، تبعت الدراجين، الجميع يشجع باسم نيبالي، الجميع يشجع باسم بحرين ميريدا، فهذه كم تعني هذه. فلله الحمد، يعني فريقنا مو بس فريق مشارك ولكن فريق منافس. اليوم احنا المركز الثاني على العموم، تدرج نيبالي الى ان وصل مركز ثاني، بكره اليوم الاخير احتمال ان شاء الله انه يا يحافظ على مركزه او انه يمكن يفوز الطواف الكبرى. طويل العمر، من خلال متابعتك اليوم لهذا السباق، هذا التواجد وهذا الدعم لفريق بحرين ميريدا، لابد ان هناك افكار لتطوير هذا الموضوع وفعلا ان يكون هناك تسويق لمملكه البحرين من خلال هذه الطوافات. هذا التسويق طبعا بنوعه، يعني عدد الساعات اللي حصلنا عليها في القنوات العالميه، الناس يكفي بس تعرف باسم البحرين، وثانيا بالمستوى المنافس، يعني احنا ما نشارك فقط لكن احنا ننافس، ف يعني بالقوه
ننحت اسم مملكة البحرين في العالم الرياضي. أما بالنسبة لفريق مريدة فإحنا إن شاء الله السنة القادمة والسنوات اللي عقبها مع العقود الجديدة عندنا إن شاء الله لاعبين جدد، عقود جديدة إن شاء الله، وبيكون إن شاء الله لنا أداء بعد أفضل ما إحنا قاعدين ندعي عليه.